امرأة فاضلة من يجدها؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. بمناسبة عيد الأم في هذا الأسبوع على الأقل في الشرق الأوسط، أود أن أتقدم بأحر التهاني وأجمل الأماني لكل أم، لكل أخت، لكل ابنة. وأريد أن أقول إن إحنا اليوم عاوزين نكرمك وعاوزين فعلاً نشهد عن عمل الله في حياتك، لأنه أنت أعجب أعمال الله. إذا كان الرجل هو رأس المرأة فالمرأة هي تاج لبعلها. أحبائي، إحنا بنحتفل في هذا الأسبوع بنتذكر الأم، لكن بنتذكر حنان ولمسات الأم، سواء عايش معنا أو يمكن سبقونا للمجد، لكن البصمة والتأثير ما زال حتى يومنا هذا. طبعا في كتير من أحبائنا المشاهدين اللي فقدوا أمهاتهم، عزيزات جدا على قلوبكم، بحب أقدم التعزيات أيضا. ربنا يعزيكم وربنا يشجعكم. لكن كل اللي بيشاهدونا بحب أهنيكم اليوم بعيد الأم، وبصراحة أنتوا تستاهلوا الاحتفال كل يوم. مثل ما ذكرت، الأم هي أعجب أعمال الله، فالأم هي الحب، هي العطاء، الحنان، التضحية، الجمال، هي حضن الأمان، وهي بصراحة الصمغ اللي بتمسك كل أفراد الأسرة، بتجيب الفرح والسعادة والبهجة لكل أفراد الأسرة. وعاوز أقول اليوم إنه المرأة ليست عورة ولا ناقصة عقل أو دين. وأنا بعتذر لكل أم اللي في مجتمعاتنا جردوا هويتها ونزلوا وحقروا من قيمتها، إنه الرجل ممكن يتزوج بأكثر من امرأة وزوجات كثيرة، لكن عاوز أقول إنه أنت مميزة، فريدة، عزيزة على قلب الرب جدا. لما الله خلق آدم، بعدين مكتوب خلقهما ذكر وأنثى، يعني اثنين متساويان، يكون الاثنان جسد واحد. فإذا في المسيحية المرأة هي مساوية ومكرمة للرجل. دور المرأة في الكتاب المقدس عظيم جدا. من بداية التاريخ بنقرأ مثلا عن سارة أم المؤمنين، بنقرأ عن يوكباد زوجة طبعا عمران، وأم موسى رجل الله، وهارون، ومريم النبية. نقرأ أحبائي عن دبورة النبية والقاضية اللي بسببها قادت الخلاص لشعبها من الدمار. أستير حمت شعبها والرب أوجدها في وقت مناسب لكي تبعد مذبحة كاملة لكل شعبها في تلك الأيام. ماذا عن أبيجيل زوجة داود الحكيمة اللي منعت أيضا داود من ارتكاب الجريمة؟ وماذا عن راعوث المؤبية، مش من شعب الله لكنها أصبحت من شعب الله ومن سلالة ونسب يسوع المسيح. وهكذا أحبائي في العهد الجديد، مريم المجدلية، ومريم التي كسرت قارورة الطيب، ونساء كثيرات تبعنا الرب يسوع وخدمنا الرب يسوع المسيح. ماذا عن ليديا؟ طبعا هي بزنس وومن، آمنت وفتحت بيتها كنيسة. عن طبيثة بسميها الكتاب تلميذة، وهؤلاء جاءوا من طبقات مرموقة. وماذا عن أعظم النساء؟ مريم أم يسوع، مريم المطوبة المكرمة القديسة اللي إحنا كلياتنا منحبها ومنكرمها. ونساء كثيرات مذكورة في الكتاب المقدس، فالمسيح رفع من شأن وقيمة المرأة. واليوم أنا عاوز أقول لكل أم بتشاهد، يسوع رفع من قيمتك، ما حقر ولا نزل. شوف المعجزات اللي صنعها المسيح في العهد الجديد مع نساء كثيرات،
مثل أرملة نائين أقام ابنها، والمرأة نازفة الدم، والمرأة الخاطئة التي جاءت إلى يسوع، والمرأة التي أمسكت في زنا. المسيح أحب الجميع، رفع قيمة ومستوى المرأة، وهذا ما يفعل في حياتك اليوم إن سلمت قلبك وحياتك أيضا. هذه المناسبة خاصة وكريمة جدا. أنا أحب أمي شخصيا، وهي حاليا في المجد مع الرب يسوع المسيح، لكن تأثيرها وبصمتها ما زالت حتى يومنا هذا بالنسبة إلي ولكل أفراد أسرتي. ويمكن أنت اليوم أمك عزيزة على قلبك، شو رأيك اليوم تهنيها وتجعل هذا اليوم يكون خاص جدا ومميز في حياتها؟ يعني أجمل كلمة ممكن تقول للأم شكرا، وكلمة شكرا ما بتكفي. الأم ضحت من وهي وانت في الرحم إلى حتى يومنا هذا. أنا عاوز أقول لكل أم، الرب بحبك، انت موضوع اهتمامه ومحبته، انت مميزة والرب لا ينساك، وهو الذي يعزي كل أم ويبارك كل أم. أنا بصلي اليوم يكون يوم خاص في حياتك، إنه مش بس تحتفل في عيد الأم، لكن اليوم يكون احتفال خاص بتسليم حياتك للمسيح وتتويجه رب وملك ومخلص على حياتك، وتقول له يا رب أنا اليوم بدي أعطيك حياتي حتى تكون السيد والرب والملك على حياتي. أنا بصلي الرب يكرمك اليوم بنعمة الغفران ونعمة الخلاص والحياة الأبدية. واليوم إذا أنت فعلا صليتي، هو فعلا بحبك وكتب اسمك في سفر الحياة. ربنا يبارك كل أم، كل مشاهدة، كل عام وأنت بألف خير، والرب يعطيكم طولة العمر وتكونوا مستثمرات مستخدمات لمجد الرب يسوع المسيح. احنا منحبكو ومنكرمكو، وانتو شرف وتاج على روسنا، واحنا ما بننسى خيركو وبركتكو في حياتنا. كل عام وانتو بخير.